اول مباراه واول حضور بعد نهائيات كاس امم افريقيا ديال كابون. تمشي الكره في وسط الميدان، هناك لمسه من طرف اللاعب نبيل ديرار يدخل بها لوسط الميدان، العوده لجواد اليميق بيوتو يرسل مباشره في طرف المدافعين، انطلاقه من عزيز بوتوس داخل منطقه الجزاء، كره مهيئه خلف دار المدافعين وتحرك جميل بعد ذلك من عزيز بوتوس الذي كان